join me in welcoming his excellency mustafa madbouli, prime minister of the arab republic of egypt. please note that this session will be in arabic. kindly use your headsets for instant interpretation. Bismillah ar أصحاب السعادة رؤساء الحكومات المشاركة في القمة ورؤساء الوفود الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي باتت حدثا عالميا فريدا ملهما لمختلف حكومات العالم. واسمحوا لي بداية أن أعرب عن خالص شكر وامتنان جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدعواتها الكريمة لمصر للمشاركة في فعاليات هذه القمة، كما أنتهز هذه الفرصة لأتوجه باسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله وإلى سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي حفظه الله مثمنا عمق العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين على الاصعده كافه. أصحاب السعاده الحضور الكريم تنعقد فعاليات القمه العربيه العالميه للحكومات هذا العام في ظرف عالمي دقيق في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من ازمات متلاحقه وتطورات جيوسياسيه مؤثره ذات انعكاسات تطال جميع دول العالم نظرا لما اسفرت عنه من العديد من التحديات والتهديدات. لعل من اهمها ما شاهده العالم من نوبات تضخميه واسعه النطاق استلزمت تغييرات في اولويات السياسات الاقتصاديه وعلى راسها السياسه النقديه باتجاه رفع متلاحق لاسعار الفائده لمحاربه التضخم وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتيه على النمو الاقتصادي وتمويل التنميه في العديد من الدول الناميه واقتصاديات الاسواق الناشئه. الحضور الكريم في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات والتي تنعقد هذا العام تحت شعار استشراف حكومات المستقبل بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم والتفكير الملهم في آليات مواجهة تلك التحديات ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل فحكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوات لأدوار التقليدية للحكومات ولعل على رأسها الإنعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة والتي أدت إلى موجات تضخم تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة وتراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستواتها التاريخية المسجلة خلال الفترة ما بين 2000 و 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تجديد السياسات المالية فيما ينتج عن تصاعد التوترات الجيوسياسية تراجع مستويات التعاون الدولي وانحصار موجات العولمة في العديد من المجالات وتشتيت وتجزؤ الاقتصاد العالمي قدرت كلفتها بما قد يصل الى 7% من الناتج الاجمالي العالمي. ولقد كان لكل تلك التطورات تأثيرات متصاعده على تمويل النمو والتنميه الاقتصاديه في البلدان الناميه واقتصادات الاسواق الناشئه والتي واجهت تحديات غير مسبوقه تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفه التمويل وضغوطات على عملاتها المحليه وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي كما أثرت على قدرة تلك البلدان في تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف والتي قدرت بنحو أربعة تريليونات دولار من بينها تريليون دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة بحسب تقديرات الأمم المتحدة علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات في التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تسارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25 إلى 40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الصناعي. الحضور الكريم في ظل هذه التحديات غير المسبوقة حرصت الدولة المصرية وبدعم من قيادتها السياسية الرشيدة على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات السابق الإشارة إليها كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة لنمو التشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص تلك الجهود التي توجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، الأمر الذي مكّن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وأسهم في مجمله في تعزيز مستويات أداء الاقتصاد المصري، والذي أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرة في مواجهة تلك الأزمات، ليصنف من بين عدد قليل من الدول التي شهدت زيادة ملموسة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء وسجل معدلات نمو بلغت في المتوسط 4.3% من خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2023 ولم تغفل الدولة المصرية في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وجهود الدولة المصرية في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية التي تأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة مجتمعات قروية مستدامة والتي تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصتها الدولية من بين أفضل الممارسات الدولية المعززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ريادة الدولة المصرية عالمياً لتوطين النهج المكاني لأهداف التنمية المستدامة من خلال تلك المبادرة التي تحقق سبعة أهداف مجتمعة من أهداف التنمية المستدامة. الحضور الكريم وفي سياق تطلعنا. الى المستقبل عملت الحكومه المصريه على صياغه اولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجيه المستر... خلال الفتره ما بين 2024 الى 2030 والتي تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وسط تركيز اكبر على نوعيه النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمه كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 50% والتركيز على وتيره نمو اقتصادي داعمه للتشغيل لتوفير ما يتراوح ما بين 7 الى 8 مليون فرصه عمل خلال تلك الفتره. كما تضع الدوله المصريه نصب اعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصاديه دافعه للنمو خاصة في مجالات البنية الأساسية مما تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة ومن بينها على سبيل المثال تقدم مصر 35%. وأيضا في إطار استهداف الدولة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة مرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع لزيادة الرقعة الزراعية في مصر بأكثر من أربعة مليون فدان، وقد أسهمت تلك المشروعات في زيادة المساحة المنزرعة إلى حوالي عشرة مليون فدان والمساحة المحصولية إلى سبعة ونصف مليون فدان، وتسجل الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة المصرية رقمًا قياسيًا في عام 2023. لتصل إلى حوالي 9 مليار دولار خلال ذلك العام، بارتفاع أكثر من 85% بالمقارنة بعام 2014. كما تسعى الدولة المصرية إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي، ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2030، من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخراً، لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الاراضي الصناعيه وتبسيط اجراءات الحصول على الموافقات والترخيص والبدء في توطين 152 فرصه استثماريه صناعيه بما يسهم في تعميق الصناعه المحليه وتستهدف مصر وفي سياق استراتيجيه الذكاء الصناعي 2030 زياده نسبه مساهمه تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الاجمالي من خلال دعم القدرات البشريه المتخصصه وتوفير الاطر القانونيه والتنظيميه والمؤسسيه المواتيه وتنميه الشراكه الاقليميه والدوليه الداعمه. ولا يفوتني في هذا السياق ايضا الاشاره الى صلابه قطاع السياحه في مواجهه الازمات والتاكيدات والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع حيث تسارعت وتيرة نمو هذا القطاع ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت حوالي 28% خلال العام المالي 2022 2023 وشهد الربع الرابع من عام 2023 إقبالا كبيرا من حركة السياحة الوافدة إلى مصر. وتقدر وفي خضم كافة هذه التطورات لم يغفل الاقتصاد المصري اهميه تسريع وتيره التحول باتجاه الاقتصاد الاخضر ففي سياق حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها في اطار مواجهه تغيرات المناخ اطلقت مصر في عام 2022 الاستراتيجيه الوطنيه لتغير المناخ في مصر لعام 2050 والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهه والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة من جهة أخرى بما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة 324 مليار دولار لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وتسعى الحكومة المصرية في سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى رفع مساهمات القدرة المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة الى 42% عام 2030 من خلال تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في هذا القطاع، وتركز جهودها في المرحله الحاليه على تنفيذ استراتيجيه الهيدروجين الاخضر، بما يمكن من تحويل مصر الى مركز اقليمي للهيدروجين الاخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي لانتاجه بحلول عام 2030، وتولي الحكومه المصريه اهميه خاصه لتمويل الاستثمارات الخضراء حيث تستهدف مصر رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 إلى نحو 50%، موجهة بالأساس للإنفاق على مشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. الحضور الكريم مما لا شك فيه أن الاقتصاد المصري وبما يتمتع به من سوق ضخم، سوق ضخمة وإمكانيات واعدة، وموارد بشريه متفرده وقطاعات متنوعه يوفر العديد من الفرص الاستثماريه الجاذبه للمستثمرين المحليين والاجانب، كما ان الاصلاحات التي تتبناها الدوله المصريه مؤخرا لدعم القطاع الخاص بلغ عددها اكثر من 144 اصلاحا فقط في خلال الفتره ما بين مايو 22 الى سبتمبر 23، ونستهدف المزيد من تعزيز جاذبيه بيئه الاعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لافاق ارحب في المستقبل باذن الله. الحضور الكريم في الختام لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لدوله الامارات العربيه المتحده قياده وحكومه وشعبا والى اصحاب المعالي رؤساء الوفود والحكومات المشاركه في القمه والى جميع الحضور كافة آملاً في النجاح آملاً لكم جميعاً كل النجاح والتوفيق لأعمال القمة التي باتت بحق منارة ملهمة لكافة حكومات العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you, Your Excellency, for this main address.